احنا نعرف ميلاد سري للشهرة ضريبة، شنو الضريبة اللي دفعتها ميلاد سري؟ وما نوع الضريبة يا ميلاد؟ الضريبة بأنه أنا قمت ما أقدر أطلع بالشارع أخذ راحتي ويا زوجي أو ويا عائلتي. يعني صح هو حلو من تجيك الناس تريد تصور وياك وتريد تقعد وياك وتريد تعرفك أكثر، لكن أنا هم لي خصوصياتي، أرد أطلع يعجبني أطلع ويا زوجي أقعد بمطعم أرتاح، أرد أقعد وحدي ويا زوجي ما أقدر. طيب متى آخر مرة ميلاد سري قعدت لحالها مع زوجها؟ الحالي لا، أنا يومي أقعد ويا أنا الحال لا كبرة برة ما أقدر، يعني بس بعيد الحب طلعنا أول عيد حب نطلع، يعني لو مو أنا أقول لداعينا، لأن صراحة أنا لا أحب المناسبات ولا أحب الأعياد أطلع بيها لأنها مزدحمة جدا، ما تأخذ راحتك. فانعزبنا بنادي الصيدلة مع الأسنان، فرحنا أنا وأخذت سمر وياي وأخذت شو اسمه عبد الرحيم، شو اسمه محمد حسين عبد الرحيم، تحياتي لهم، ورحنا وأخذته وياي، قعدنا قعدة عائلية حلوة مرتبة. هاي آخر شيء طلعت ويا رجلي بعيد الحب. بعيد الحب هذا هو. آخر هدية وصلتك من زوجك؟ بعيد ميلادي. إيش جابلك؟ سلسال. أها. وأنتي تبادلين هدايا؟ عيد ميلادي كان يوم 25/8 اشتريت له محبس. طيب يغار عليك ميلاد زوجك؟ يغار بس غيرته مكتومة، مو من دول اللي يهوس ويصيح. وانتو شو تحبون يظهره ولا يعني لو بات أجي عليه أقول له باش راح ألبس هذا باللقاء يقول لي إيه حلو، أو يقول لي لا هذا شوية فلان شي، أخذ رأيي أنا بس إذا أنا مقتنعة بالشي ما غير رأيي. الحمد لله. إذن حالي أنت مقتنعة بحياتك؟ لا الحمد لله، بأنه حياتي صارت مستقرة أكثر، صار عندي وعي أكثر، صار عندي رجال إذا أكون عصبية يقول لي صرين عصبية، لأن ما راح ينحل هذا الموضوع. حلو. لازم أكو هدوء، لازم أكو تفكير. زين ميلاد، شنو أكثر شيء زوجك يحبه بيك؟ وكاحتي. أها. أنا وكحة. وكحة وفي نفس الوقت لبقة، هو باوع كل شيء يحبيه، لو ما يحبيه شيء كان ما تزوجني، كان ما تحمل أعصابي، ما تحمل مخبالاتي، ما تحملني. حلو. هو متحمل كل شيء مو حلو بيه تحمله. إذا أكيد راح أحب الحلو. أعصابي، أتنرفز بسرعة، أعيط بسرعة، نوبات ما أسمع كلامه، نوبات أعوف البيت وأطلع، يعني هواية أكو أشياء أكو رجل ما يقبلها. أنا هاي كلها تحملني، احتواني من جدة.